عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد ذلك ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتطمنوا بلايك عشان يوصلك كل جديد، والآن نوفيكم ببجاج كيوتا مواصفات أرخص وأصغر سيارة زيرو في مصر. أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة عازمة على الوصول بنسب التصنيع المحلي للسيارة كيوتا بديل التوك توك إلى 100%، وأضاف أن الوزارة ستسعى بداية من العام الثاني لطرح السيارة بديل توك توك التي إلى تحويل أجزاء منها يتم استيرادها من الخارج للتصنيع المحلي حتى نصل إلى نسبة تصنيع محلي 100%. تصنيع بجاج كيوتا سيكون بالتعاون بين شركة الإنتاج الحربي والشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية إيتامكو. ووفقا لتقارير فإن أسعار السيارة الجديدة والتي من المقرر بحسب الإنتاج الحربي أن يحددها مجموعة جي بي أو 2 لن تتجاوز حاجز 200,000 جنيه. ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات بجاج كيوتا التفصيلية. وتتسع بجاج كيوتا عدد 4 أفراد وتتميز بأنها مناسبة للعمل بالأماكن الضيقة، ويمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى 550 كيلومتر بدون إعادة ملء 250 كيلومتر بنزين و 300 كيلومتر غاز طبيعي. تعتمد المركبة على محرك رباعي الأشواط ثنائي الاشتعال سعة 217 سي سي، وتبلغ قدرة المحرك ما يعادل 13 حصان، وتصل السرعة القصوى للمركبة كيوت إلى 70 كيلومتر ساعة، ويبلغ طولها 2752 متر وعرضها 1312 متر وارتفاعها 1652 ملم وقاعدة عجلتها 1925 ملم وخلوص أرضي 180 ملم. وتتميز بقلة تكلفة التشغيل وبها 4 عجلات، ما يحقق عنصر أمان أكبر إلى جانب أحزمة أمان للركاب وإغفال أبواب لحماية الأطفال. إشارة إلى أن المركبة حاصلة على شهادة اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الخاصة بالتحقق من شروط النوع للمركبات ومطابقة شروط الأمن والسلامة طبقا للوائح المعتمدة من الدولة وصلاحيتها للسير على الطرق المصرية، وكذا شهادة اعتماد مكونات المركبة في ضوء شهادات وتقارير اختبار إي مارك الأوروبية. وبهذا قد أوفيناكم ب بجاج كيوتا مواصفات أرخص وأصغر سيارة زيرو في مصر. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.